وشوشة. نوع من أنواع الفن فرض نفسه. بص أقول لك حاجة، روحي دلوقتي فرح بنت وزير، أتحداكي لو الناس اللي في الفرح مش هتطلب إن فيها أغاني مهرجانات تشتغل، العب يالا ولأ ومش عارف الحاجات دي. فالحاجات دي فرضت نفسها على الذوق العام كامل، فإذا دي مادة فرضت نفسها، يبقى إذا أنت كراجل بتعمل بتصنع أغنية لازم تتوافق مع الذوق ده، بس تقدمها أنت بقى بشكل حلو. يعني احنا لما عملنا اغنيه ميت وش، اغنيه ميت وش بتنتمي للاغنيه الشعبيه مش الاغنيه من اغاني تامر حسني الكلاسيك، فاحنا بس عملناها بشكل وصل للناس بشكل حلو، قدمنا مضمون كويس. فلما نعمل مهرجان برضو نقدم مضمون كويس. بس ممكن تكتب حاجه لحمودي؟ لا، ما هو له جمهور يعمل له اصحابه اللي هو بيقول عليهم. انا يعني انا معلش سوري في الكلمه، هو اصلا عمل اغنيه مكتوب عليها كلمات الشاعر، مش عايز اقول اللي بعدها، فانا ما ينفعش بعد ما اقول كده يقول كلمات رمضان محمد. يعني بتحب الكتابه على لحن جاهز ولا كلماتك تكون هي الاسبق؟ الاثنين. يعني انا اقول لك حاجه، انا ما كنتش الاول طبعا بعرف اكتب على تيمه، يعني فما بداتك خالص كانت في برنامج ستار ميكر لو تفتكر 2003 حاجه كده. فاول اغنيه جات لي كانت اللحن كان بيجي لي مش ملحن، ملحن اغاني يوناني، يجيبوا لي تراك يوناني مثلا تراك هندي، انا مستغرب ايه ده، يقولوا لي اكتب، فعنيت جدا. فبس كانت صعوبتها في حلاوتها ايه بقى، ان انت لما عنيت في البدايه كده على الحاجات زي دي فبدات تتعلم تفهم، فحبيت موضوع كتابه التيام. اغلب الاغاني اللي بتنزل تيام يعني الحين. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.